مناسبة لغو ده فريي هرقلينت يدا قاتشنتا شقاد مشروع الصندوق دان يرادة سومالي لان ايا كاقبصون تاي قصر مدح تويدة جمهورية دا سومالي لان وحانا كسو قيب غلاي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدن موسبيح عبدي كوحيقين كان مدحوينها مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي شرقودونكا قلاها وكيلة دا جمهورية دا سومالي لان حمناكم يدا قلاها وسير هذا ما يرادة دالكا قدوميال ماريال دبلوماسيين أقويهن سياسيين سفيرو دلالك سوماليلان أي وضا شقيان وغسوغن دلالك جمهوريود سوماليلان غنعصتو سراكيلك سعوده هيدها آلميغا إيوكو محلقا إيو داليارك كليمي قبلد دلالك جمهوريود سوماليلان وحان مناسبة داني دارانايد هيرقلين تيو داقاچينتا مشروع الصندوق داليارد سوماليلان أو آه ميد داليارده أبوريا فرصدر داقالة إيوكو غنعصي قدوميها صندوق دانيرة جمهورية سوماليلان خضر إبراهيم قدوميها دلد دانيرة سوماليلان اي سويا بدر حسن أغاسبها دلد هاوينك النقاد نفيس يوسف إيا مستر سيمون إسرانجر أو كوها اللي مقع هايدها عالميقا أيا إسكاد دومراي أهمية داعي دانيرة أغفر دو هيرقلين تايدا قاچين تا مشروقا مشروع صندوق دانيرة جمهورية سوماليلان أو وحكوين كترايا دانيرة جمهورية سوماليلان هرومرين تو دا مدن مدح وين وحنا شرفة إن أدنى جل سوقي كشو مناسبة دا أن كل إعلامنا إنه هرجلين تا صندوق هرمرين تا دالين يرا دا ومدون كيود بيجيبا أي حكومة دو مل مرين تيسا إياه مالية دي سبا كهولاني أيان مدن مدح وينه أت كعما هندا قينا إن أدمان تقول شو بنقرأ نقطة صندوقاني وحوي تاعي هاي كعنسين تدلن يرد كل دوين كارهان مركز اجتماعه دين عشاق أبورك جنع سجع رنتي ما تفرح دوين بينات هاي هدانون هاي دلن يرد سومالي لان رنتي دلن يرتو وحوبا عنتي إسكربستاج كرو قاديتا إن وحوي صندوقنا وحقيب وين كي هاي سيدي كرو قاد الله عشاق أبورك دلن يرتا إشقا عربنتا يهلي دفرسدو مالقلينيد سويان حبين بيكات هاي صندوقان يور يقاي بيكات هاي وحوي يلو هاي لا سويان الله هاي يلو قد أحفر يا صندوقا دلن يرادا وانو قوبا بنينا وانا نسود وينينا رنتينا وحان رجينينا ينو نقضو صندوق وحبدان كترا دلن يرادا سومالي لان مالين والبا دفعادها تيرادا بدان اي كسوق الانشبين ايان جامعادها iyagoo markaana aan yaanay ku filnayn ama aan helin shaqooyin badan on behalf of the United Nations system we would welcome this important initiative given the proportion of young workers in Somaliland's workforce we look forward to the Somaliland Youth Development Fund reaching out mayrka caasimada hargeysa abdulkareem ahmed mooge وزير كمالية الدكتور سعد على الشراء وزير كدل يرضي عيارها عبد الرشيد حاجي دعاء القنبي يقدميها قلها وكيلة ديش مريد السومال لان عبد الرساق خليفة أحمد أي افتميس لا أيوم ضنطهاي إن دل يرضي لكم عيو أقونتو ذي دقاله هذا صندوق لنا عرنتا وح وين كتر الدونو أنا مدحوينها ديش مريد السومال لان لكم أحسين هاي إن وسورق لي إن قرن كان يحوق على عقب كشمة صندوقه وصندوق مدن وصندوق قومنا وحين هاي أمد دان يردو أي كبضان تهيدات كاين تاكالي وبغولكي وتدواتن شنيسودن شركير مركا هالكاسي وحي الشيقي ساين شقوين لقبتو إن شاء الله تعالى صندوق نوحو نغندونا بربلو ونكسن وحو نغندونا ميل دان يردو أيو عرسطو وأي كرات ستتاكولي يتاقيرو مركا إلي مادان هلابور يهندي سيال أي شقاكو أبوران أيام ساي شقوا وران دليل ذكره جمهورية الصومال الآن ودم هذا بديد وروحي له الصندوق سيدنا وكلا أو لو قتلا قرين قد يري قليا شقابور كذل يرد هذا بس صندوق نسيدو وهنا قادو وقول يستو وحلو به هاي اللي سدول تقول لح قضب قرب بقول يا وحوي إنه كل سنة وترتن هذا تهاي هير قرن هذا هير قبل هذا هير دقمو قوانددن اي دولد و قواندسي صندوقا
وسيد وسيد فن أم بوحوي وأبورك كم في لين تاني حلو بين صندوقين الكوريو أو جناح ستة دولة الكوريس الصندوقة يا لو بهاي مدن ماذا حويني وعن كل سعود سينيا هل كان إن أنه إن بكا فاينال إسكاريني أو أن كل وداعي كوسو كتبين إنه حيركي انتي غابكي لغوسي دين لها شروع دي هذي بريد كدري يهي غاب كستا او لغو مامو ايو او مامو انا انو كلاسي ودغنو ايانو سي دين تا برنامج كان كسابسن حقا مالقلين تا انو فلين دونو مركا سحايا حدو ابنو عاد إذن تينا نسيد دينو أبن سودوين يا إن هالكي وكاها صندوق مغا أهان أجرة لغونا أروريا نقال إن ما أنت سرغو هير قلين يفلين يسبدلو وحان الرجين يا إنو نقن دونو ميد ميرا دالا لوغانا فائدة استوسيدة وغوها بون madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa bogaadiyay cid kasta oo gacan ka geysatay dhaqaajinta iyo hirgelinta sanduuqa horumarinta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u bogaadinayaa wasaaradda dhalinyarada iyo wasaaradaha kale ee ka qayb qaatay maanta inay soo diyaariyaan daahfurka maalgashigii la maalgelinayo dhalinyarada ee sanduuqa dhalinyarada Soomaaliland aad iyo aad baan u mahadnaqayaa cidii ka soo hawlgashay cidii wax ku tartay dhaqaale ahaan tala ahaan iyo hawlba aad iyo aad baan u mahadnaqayaa waana soo dhaweynayaa waana ku bogaadinayaa dhalinyarada Soomaaliland ee sanduuqa in badan ka shaqeysa soo hirgelin lahaa mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumadiisu dhexda u xiratay in la baritaaro da'yarta jamhuuriyadda Soomaaliland si horumarkooda gacan weyn looga geysto sanduuqa sidoo qorshe u ahaa inuu sanadkan ay ku jirto 1 milyan waxaase la sheegay inay 300 ka dhiman yihiin oo maanta lagu daafurayo 700 waxa khasaba dowladda ku khasaba inaanu ka dhigno مليوكي او صدح دي بغلا مانتا لغو دارو سي بلانتي آنو قادة شان سنة كهو اي او هرقشو مركا عديا لينا هذا وحالغو فري دونا صندوق اي سيو كيت كسي هاي حال كيم ليرا لبلان قادة مرك شرعي لسويني دولادو نمانتي ويكا قايم قادو انتا نقاني سيلو كرنيو ما مكي سيلو ولاتشيو ان حريرها اللي اسكتاهو waayo haba yarada waxaan ku bilaabaynaa higsigeenu waxa weey mustaqbalka dalkeena iyo dadkeena soo koraya oo maanta duruufaha adag ee caalamka oo dhan ee geeska Afrika iyo Soomaaliba haystaan inuu ka badbaadino mustaqbalka taa waxaan ku gaareynaa in maalgabeenka way u horeeyaan baaranka shirkadaha waaweyn aqoonyahanka oo maskaxda haya intii dawladdu shaqale dawladaha hoose oo xil weyn iska saari doona aan farayna in iska saaraan dhalinyarada madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa fariin u diray maayirada dalka taasoo ku tacluqda in la taageero dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland dawladaha hoose waxa ay laf dhabarkii nolosha dhalinyarada maanta sidoo qofku dhul u xaraaba adag ba ninka dhalinyaray dabeetana waxa boolisigiina gali doonad ku darsanaysaan maay raw iyo dowlada hoose in la daryeelo dhalinyarada mustaqbalka in waxyaalo badan loo fududeeyo oo marka danta guud iyo dhulka la qiyaasayo odayaasha waaweyn ee soo shaqaystay waxoodii dhamaystay ee dhulka wada doonaya lacag tala inaan loo dheereynine kuwa mustaqbalka leh ee faramaray inay u dadaashaan malay farayaan ردوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقرن كتشموريد دا سومالي لان حرمت قصر جمد احتويدا